السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أعزائي المشاهدين، أعتقد أن هذا الفيديو سينال إعجاب جميع الجزائريين، خاصة للذين لا يحبون رؤية النجم الدولي الجزائري رياض محرز مهمش وسكينة دكة. طبعا أعزائي المشاهدين، محرز لن يلعب تحت قيادة بيب غوارديولا في الموسم القادم إذا تحقق هذا الشرط. طبعا يا اعزائي المشاهدين، قبل مواصلة باقي تفاصيل هذا الفيديو، اتمنى منكم فضلا وليس امرا الضغط على زر اللايك تشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. طبعا اكدت الصحف الانجليزيه ان الاسباني بيب غوارديولا لن يدرب مانشستر سيتي الموسم القادم رغم ان عقده ينتهي سنه 2021. وطبعا يا اعزائي المشاهدين، جاء هذا الخبر على الصحافه كل من ذا سون وذا ميرور ومانشستر وسيتي واتش. وأضاف نفس المصدر أعزائي المشاهدين بأن بيب غوارديولا سيدرب المنتخب الإسباني، وطبعا هذه ستكون قفزة لهذا المدرب من حيث قفز من تدريب نادي الإنجليزي إلى المنتخب الإسباني، حيث أعزائي المشاهدين سيدرب هذا المنتخب بنسبة كبيرة بعد تصريحه الأخير أنه يفكر في ترك الأندية ويواصل مشواره مع المنتخبات. ويذكر أن المدرب الإسباني همش رياض محرز دائما ومرارا وتكرارا في جميع المباريات رغم تألقه في الدقائق التي يحظى بها مع هذا الفريق. أعزائي المشاهدين، ما رأيكم حول هذا الخبر؟ وهل تتمنون خروج ورحيل بيب غوارديولا في الموسم القادم لتدريب منتخب إسبانيا؟ طبعا أعزائي المشاهدين، اذهبوا جميعكم إلى صندوق التعليقات وصرحوا بما تشاءون، وإن شاء الله نرى رياض محرز متحرر من هذه القيود التي بات يعيشها مع بيب غوارديولا. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا فيديو اليوم، اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم، لا تنسوا لايك، اشترك في القناه، تفعيل زر التنبيهات ليصلكم الكم الهائل من الفيديوهات المستقبله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.